بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله طيبة مباركة. زملائي الكرام، معكم الدكتور محمد يونس من إكسلنت أكاديمي. يسعدني ويشرفني أن أقوم بتدريس مواد القانون سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، القانون زي أي فرع من فروع المعرفة أو العلوم بيتأثر بالمجتمع وبيتأثر بالظروف، سواء الظروف دي أحداث أو تطورات بتصيب المجتمع. وطبعا الحدث المسيطر علينا حاليا هو جائحة الكورونا. بمناسبة جائحة الكورونا وتداعياتها على المجال القانوني في دولة الكويت الشقيقة، أعلنت الحكومة الكويتية على لسان الناطق باسم الحكومة أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب انتشار فيروس كورونا، وفرضت حظر التجول وفحصت الآلاف ووضعتهم في الحجر الصحي، كما أعلنت تعطيل الأعمال في 12 مارس مع استثناء الجهات التي تقدم خدمات أساسية مثل الصحة والجهات الأمنية. وفي هذا السياق، تطبيق عقوبات صارمة لخرق حظر التجوال على الجميع دون تمييز. أكدت وزارة الداخلية الكويتية جاهزية عناصرها بالتعاون مع القطاعات العسكرية الأخرى لتطبيق حظر التجوال الصادر من مجلس الوزراء الكويتي. قال مصدر أمني رفيع المستوى في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت إنه سيتم تطبيق حظر التجول بكل صرامة على الجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مشددا على تطبيق القانون على كل من يخالف القرار دون أي تراخي، والذي قضى بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار على كل من يخالف القرار. طبعا فرض الغرامة على خرق حظر التجوال أو التجول بيعد أثر من الآثار القانونية للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد. هناك أيضا تداعية من التداعيات القانونية التي أثرت عليها أو فرضتها جائحة الكورونا في دولة الكويت الشقيقة. في 24/3/2020 وافق مجلس الأمة بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون
بشأن تعديل المرسوم بقانون المتعلق بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يهدف إلى حفظ حقوق الدولة والأفراد في التقاضي حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة، ووقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهائها. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المدولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا، فيما أظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المدولة الثانية موافقة إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. نصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي: في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة أو التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز، على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل. كلام ده كله معناه إيه؟ أو ملخص هذا التعديل. طبعا احنا عندنا قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو الذي ينظم المواعيد والإجراءات للأعمال القانونية، أو ينظم الحقوق والإجراءات الخاصة بها. كل حق في قانون المرافعات أو كل إجراء في قانون المرافعات المدنية والتجارية له ميعاد معين: ميعاد استئناف على سبيل المثال 40 يوم من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ إعلان الحكم الغيابي لشخص المدعى عليه أو في موطنه القانوني. هذا الميعاد يبدأ من ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ الحكم الحضوري. تعديل الوارد على قانون المرافعات المدنية والتجارية بوقف المواعيد أو امتداد المواعيد، بمعنى لو فيه ميعاد أو إجراء بيتطلب صدوره خلال مدة زمنية معينة وليكن 40 يوم كما في ميعاد الاستئناف أو 60 يوم كما في مواعيد الطعن بالنقد، حال وقوع قوة قاهرة في البلاد أو ظروف استثنائية يصدر بشأنها مرسوم أو قانون باعتبارها قوة
قوة قاهرة أو ظروف استثنائية، فإن المواعيد الخاصة بالإجراءات سواء طعن أو استئناف أو خلافه تقف أو تمتد. يعني لو بدأنا الميعاد من يوم واحد في الشهر، وكان آخر يوم لهذا الإجراء 10 في الشهر التالي، وحصلت الظروف يوم 20 وانتهت هذه الظروف في خلال 10 أيام، بتقف المواعيد خلال هذه ال10 أيام وبتمتد، وبنبتدي نحسب نكمل المدة عقب نهاية هذه الفترة. وده طبعا ينطبق على المواعيد في الإجراءات كما ينطبق على مواعيد السقوط والتقادم. هناك مواعيد للسقوط والتقادم بالنسبة لاستعمال الحق في الإجراء. القانون أو قانون المرافعات المدنية والتجارية بيحدد مواعيد معينة لاستعمال الحق، وليكن على سبيل المثال المادة 698 في القانون المدني المصري، وليكن والتي تتطلب رفع أو إقامة الدعاوى العمالية في خلال سنة من انتهاء عقد العمل. إذا حدثت ظروف أو قوة قاهرة وصدر قانون أو مرسوم باعتبار هذا الظرف ظرف استثنائي وقوة قاهرة، بتمتد المواعيد وبتقف خلال مدة الظرف الاستثنائي وتبتدئ من جديد بعد انتهاء الظرف الاستثنائي. نيجي بالنسبة لدولة الكويت الشقيقة وصدور التعديل الذي تكلمنا عنه، والخاص بتعديل بعض المواد في قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالمواعيد. المذكرة الإضاحية لمشروع القانون المعدل قالت أن مشروع القانون المعدل المقدم إلى خلو القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية من وجود تنظيم يحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري مثل الحروب وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات والاضطرابات، بوقف المواعيد القانونية واستئنافها بعد انتهاء تلك الأزمات والكوارث والأوبئة. معنى ذلك أن التعديل الوارد على قانون المرافعات المدنية والتجارية أضاف مادة نظمت وقف المواعيد حال حدوث الكوارث والأزمات والأوبئة مثل جائحة الكورونا التي تمر بها البلاد. زي ما قلنا المجال القانوني أو الحقل القانوني بيتأثر بالمؤثرات الخارجية وظروف المجتمع اللي بنعيش فيه، مثل أي فرع من فروع العلم والمعرفة. دراسة القانون دراسة شيقة ومسلية ولا تحتاج إلى تلقين أو حفظ، وإنما بتحتاج إلى فهم
وربط الأحداث وربط المواد ببعضها البعض وفهمها فهم صحيح، واكتساب الملكة القانونية في فهم المواد القانونية. إن شاء الله بإذن الله نتعاون مع بعض ونساعد بعض في دراسة المواد القانونية سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وأتمنى لكم حظ سعيد بإذن الله وتوفيق في دراستكم للقانون عموما سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ونلتقي بإذن الله في محاضرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.